طيب باشمهندس، كل سنه وحضرتك طيب. خلاص وحضرتك طيب. يومين وهنبقى في شهر يناير، اكيد الكابتن احمد سامي طالب طلبات معقوله يعني عشان السموحه يكمل بنفس المسيره. احنا بنتحرك في ظل ظروف معينه وعندنا خطه ان شاء الله، سواء هندعم سموحه او ان احنا هنبيع لاعبين من سموحه، لكن هنحافظ على الفرقه وهنحافظ على قوامها وهنحافظ على يعني هتكون احسن الفرقه في الايام الجايه. عظيم جدا. انا هقول لك ثلاث اسماء، قول لي واحد منهم انت بتشتغل عليه او انت نفسك يبقى موجود في سموحه: مروان حمدي، صلاح محسن، احمد عبد القادر. الثلاثه اتمنى يكونوا في سموحه، بس الثلاثه في ظروف تمنع انهم يكونوا موجودين في سموحه. ظروف تمنع يعني؟ طبعا الثلاثه لعبوا في سموحه بالظبط، والثلاثه صنعوا نجوميتهم في سموحه. صحيح، مش عايزه كلام، لكن هم عدوا بقى المرحله، هم بيتطلعوا للاحتراف الخارجي. وطبعا هم لعيبه يعني دخلهم او مرتباتهم اعلى من امكانيات نادي سموحه بكثير، لكن سموحه هو اللي اظهر اللاعبين دول، هو شارك في صنع نجوميه دول، وبالاخص مروان حمدي واحمد عبد القادر. صحيح، يعني يمكن صلاح محسن لما جالنا كان نجم، بس لما جه عندنا زاد فريقه جدا، لكن لما جه مروان ولما جه احمد عبد القادر ما كانش حد يعرفهم، طلعوا من سموحه في المنتخب، يعني راحوا من سموحه للمنتخب. صحيح، لمنتخب مصر. صحيح، فطبعا سموحه بتاخد اللعيبه اللي في فتره التوهج في البدايه، لكن احنا بقى في لعيبه بتوصل لمستويات مرتبات ودخل على مستوى عالي جدا، احنا ما نقدرش نجاري هذا الدخل. طيب بالمناسبة دي يا باشمهندس، كان ليك حاجة كتبتها بعد مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز، وقلت انه بيراميدز صرف فلوس كتيره جدا بس ما خدش بطوله، هل ده يمنع انه مثلا سموحه يدفع فلوس كتيره برضه ويحاول ياخد؟ لا، ما عندناش فلوس كتيره. اه، ما بنستثمرش فلوس كتيره. يعني اقصد يا باشمهندس، ايه العيب في ده؟ يعني ايه العيب انه مش عيب؟ مجرد بقول، انا بقول يعني ملحوظه مش اكتر ولا اقل. انا بقول، انا عايز اقول ان بيراميدز فرقه عندها كل مقومات البطوله، بس يعني ممكن ما يكونش توفقت الحظ، ما توفقتش فيه ظروف، ما هي اتغلبت ببنالتي، اتغلبت ببنالتي، لكن ما انا عايز اقول ان بيراميدز بتضم نخبه من اللاعبين، من احسن اللاعبين اللي موجودين في مصر. صحيح، والدليل ان هي في القايمه الاولى بتاعت المنتخب القومي راح منها 11 لاعب راحوا من بيراميدز. مظبوط، وجميع اللعيبه اللي موجودين المحترفين اللي في بيراميدز كلهم لعيبه دوليين. صحيح، ده وارد. صحيح، وبعدين ده مش هنا بس، لما بيحصل في فرق في اوروبا، في فرق في اوروبا كتير، يعني مثلا باريس سان جيرمان ما خدش كاس اوروبا علما ان كان في ميسي وكان في بابي وكان في نيمار. صحيح، لاخره. صحيح، فانا بقول الملحوظه دي والكلام ده، بقول ان فيوتشر بامكانيات اقل قدر ان هو يغلب بيراميدز. صحيح، والكوره فيها كده. مظبوط، مظبوط. طيب انا مش بعيد في بيراميدز، لا، ده وجود بيراميدز وانديه ثانيه، يا ريت يبقى في زي بيراميدز 10. صحيح، فرق استثماريه، ليه لا؟ كل دي منفعه للكره المصريه واضافه للكره المصريه، واستثمارات بتتحط في الرياضه، واحنا عايزين استثمارات في الرياضه، ليه لا؟ ممتاز جدا.